بتذوقه؟ لا لا نشوف برك كيفاش الشكل نتاعو. وين داو مغارف كامل؟ هايك هذا هو الخشخاش. مسان وجوج الجلان ورينهم. يكون فيه فوائد للمخ بلاك الدماغ. فيه بزاف فوائد. بس كي يضرب المثل بواحد يكون قاري يقول لك راسو خشخاش. نبداو الخبز ديالنا. دير لا فارين لطفي. ديال الخميرة. حاول تميز الرائحة نتاعو ما عرفتش. عنده ريحة مليحة. رائحة تاع شغل لا شابلوغ لا لا تسمي. فيه ريحة تاع هاد الحبوب تاع سانوج كل واحد وريحته. ما ريحتش كيما سانوج ولا لا. هو ريحته ماشي مليحة بصح الطعم تاعو مليح.